بطريقة غريبة احتفل تيك توكر جزائري بلوغه 1,000,000 متابع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، ما أدى إلى اعتقاله. فما القصة؟ التيك توكر المعروف باسم رؤوف لايف ينشر على صفحته فيديوهات ساخرة وأغاني ومقالب للمتابعين. بلغت صفحته على تيك توك 1,000,000 متابع. قام باحتفال غريب في أحد الطرق في جزائر العاصمة، وهو رسم عدد متابعيه بالوقود في الشارع قبل أن يشعل فيها النار، وكان ذلك في طريق عام. الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة ذلك هو على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن استنكروا تخريبه لأملاك عمومية. لم يتوقف الأمر عند انتقاده، بل تم توقيفه من قبل مصالح الأمن واعتقاله بتهمة تخريب أملاك عمومية، كون طريقه ملكا عموميا لا يحق له التصرف فيها وتعريضه للتخريب، خاصة وأنه يقع في الجزائر العاصمة ولا تنقطع على مستواه حركة المرور. وهجم عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي التيك توكر، ودعا آخرون إلى أن لا تصل قضية رؤوف لايف، لأن يسجن ويكفي أن يغرم بدل ذلك.